اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني عشان برضو تعلم أنك لست، يعني حينما تبتعد عن شكر الله سبحانه وتعالى، أنك يعني مش كل الناس بيشكر الله عز وجل، مش كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيشكر الله سبحانه وتعالى، لدى القليل فقط هم الذين يشكرون الله عز وجل على الإيه؟ على النعم. يعني وده في ناس بتشكر الله سبحانه وتعالى على حتى الابتلاءات التي يبتليهم الله سبحانه وتعالى بها، سواء ابتلاء في صحتي، ابتلاء في أولادي، ابتلاء في أي أمر من الأمور، ابتلاء في العمل، في الرزق، فبيشكر لأنه عارف أن هذا نوع من محبة الله سبحانه وتعالى له، وأن الله عز وجل يكفر عنه ويغفر له ويزيد من ناحية الأجر ومن ناحية المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يعني بينظروا إلى الابتلاء من منظور آخر، اللي هو منظور الرضا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فالمقصد أن الله عز وجل حينما يقول اعملوا آل داود شكرا، يعني لم يقل قولوا آل داود شكرا لله، وإنما قال اعملوا، بمعنى ذلك أن الشكر لابد فيه من الايه؟ من العمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ونلحظ كما قلنا أن القرآن وجه إلى ضرورة العمل، أو إلى ضرورة لزوم الشكر بالعمل، أن هناك فرق بين شكر القول وشكر العمل. فشكر القول باللسان فقط يسمى حمدا، وبالعمل يسمى شكرا.